مدينة ليفيف غربية أوكرانيا، يقال إنها الأقل خطراً والأكثر أمناً حالياً في البلاد، خصوصاً بعد أن لجأ إليها عدد من الدبلوماسيين الغربيين. لكن على الرغم من ذلك تبقى فكرة الحرب حاضرة في أذهان بعض السكان. إيهور أنهى خدمته العسكرية في الجيش الأوكراني منذ 6 أعوام، سبق وأن قاتل الانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم دونباس لمدة 2 عامين، ما يزال يحتفظ بذكرياته هناك، تحدوه رغبة جامحة في العودة إلى الجبهة مرة أخرى. كل الناس خائفون من أن يهاجمونا، يجب ألا نخاف لأنهم يعتدون علينا منذ 8 أعوام، ولكي نضع حدا لهذا الخوف لابد أن نقاتلهم ونهزمهم. أريد أن أساهم في ذلك فعلا، أريد أن نعيش بسلام، وهذا وطني، لذا لن أتردد في الذود عنه بقوة. في إحدى الغابات القريبة من مدينة ليفيف يواصل عدد من الأوكرانيين تدريبا عسكريا تحسبا لما تحمله الأيام المقبلة. الأسلحة التي يتدربون عليها للدفاع عن النفس حقيقية وليست كتلك التي يتدرب عليها المواطنون في معسكرات أخرى. خلال 3 ساعات يتعلمون قواعد المشاركة في الحرب. بالنظر للوضع الذي نعيشه حاليا ندرك كم هو مهم الانضمام إلى المبادرات وإلى التمارين. جئت اليوم لتعلم استخدام السلاح، وطبعا يوم واحد لا يكفي لإتقان استخدام السلاح، لكن يمنحنا الثقة ويحفزنا على الدفاع عن أرضنا. يوليا لا تتوقع ذهابها إلى الجبهة قريبا، لكنها تأمل أن يكون لها دور في حال اشتعلت الحرب مع روسيا. لابد من الاستعداد للتعبئة والدفاع عن بلدنا جميعا. 100,000 متطوع هو الرقم الذي تتطلع إليه الحكومة الأوكرانية لتدريبهم وإلحاقهم بقوات الدفاع المدني التي ستسند الجيش. اليوم يتدربون وربما يجدون أنفسهم غدا في جبهات القتال، فقد أظهر استطلاع محلي للرأي أن 44% من الأوكرانيين مستعدون للدفاع عن بلدهم بما في ذلك حمل السلاح. نوردين بوزيان، الجزيرة، من ضواحي مدينة ليفيف أوكرانيا.